ورحمة أمي اللي ما عندي أغلى منها بحياتي إني أنا بحبك. يلا أستاذ، دور هيك جديد إن شاء الله، ونقدر نقدم فيه قراءة جديدة وبيكون يعني مختلف إن شاء الله وينال الإعجاب. تحياتي. كنت عم دور على شخصية جديدة مش لعبتها قبل، لأنه أنا بالنسبة لي تمثيل إني أعيش كذا حياة بحياة واحدة، فمجرد ما كرر الدور بيعمل لي إحباط، يعني بحس كأني عم بعيش حياة روتينية اللي ما بحبها. هي شخصية جدا قاسية، امرأة طبعا ما في حدا بيخلق قاسي بيخلق شرير أو بيعتبروه شرير غير ما بيكون في أسباب وصلته لهون، فهي حياتها ما هالقد كانت حياة هينة، ما حياة مريحة، فوصلت لمرحلة إنها سكرت حالها، يعني امرأة كتير منغلقة على نفسها، وامرأة جدا حديدية، نص رجال إذا بدنا نعمل تشبيه، يعني الناس أو كل العالم بتحب المسلسلات اللي فيها حب، بتحب مسلسلات الأكشن في تشويق، فسوسبنس على أكشن على حب طبيعي ينجح المسلسل، وأكيد لأنه في نجوم كتير مهمين بهذا المسلسل، وفي شركة إنتاج مهمة، وفي إخراج مهم، وفي نص مهم، فحكما رح ينجح المسلسل، هيدا رأيي يعني. وآخر شيء بنتمنى العالم تحبه يعني. قصاي شغلة معه قبل، يعني قصاي بدايته اشتغلنا سوا مسلسل، فأنا قصاي صحبة كتير معه. نادين حبيبة قلبي من زمان، ما كان في يعني ما في غربة إذا بدك بالتعاون مع بعض، وفيليب جنون تبع فيليب بحبه، يعني اللوكيشنات اللي بنقيها، طريقة التصوير طريقة كتير صعبة، صحيح عم نتعب بس بتمنى العالم يقدروا يشوفوا النتيجة اللي رح تطلع، لأنه عم بيتاخد وان شوت تصوير لقطة واحدة بكاميرا متواصلة عم بتفوت عم بتروح مع حركة، هاي مش بسهولة فيها تنعمل، ومش بسهولة بنقدر نشيل مشاهد، فمشان هيك التصوير صعب جدا، على أمل إنه النتيجة هيك تطلع مفرقة. يعني تحية للأردن، تحية للشعب الأردني. أنا صورت مسلسل اسمه مدام بريزيدنت، قعدت 3 أشهر بالأردن، الناس كانت أكثر من رائعة كيف حضنوني الممثلين. بتمنى يرجع المسلسلات، ترجع المسلسلات الأردنية تقدر تنافس المسلسلات اللبنانية السورية الخليجية المصرية، لأنه في عندهم كتير مواهب وفي كتير قصص كتير حلوة، فحرام تضل محصورة المسلسلات الأردنية ضمن إطار الأردن بس مثل ما عم بيصير بلبنان. هلا أنا أول ما قريت دوري دغري حبيته وتعلقت فيه، وخصوصي بس بلشنا نصور يعني حسيت حالي عن جد كثير تعلقت بالشخصية، شخصية سعاد، وأكيد هلا لابسة تيابا لسعاد. دور صعب ما بيشبهني، في كثير أشياء ما بتشبهني، بس جربت لاقي هيك أشياء أقدر أنا أتقرب منها للشخصية، وأقدر أمثل يعني بعفوية، تقدر حس يعني بالأشياء اللي هي عم تمرق فيها، بس أكيد مرقت بأشياء كثير صعبة بحياتها ومواضيع شوي يعني في أشياء شوي معقدة وصعبة، وفي قضية بالمسلسل، وأكيد انبسطت كتير بالتجربة مع الممثل قصاي خولي اللي أصلاً نحن بالعائلة منحبه كتير، وقال لي شيء كمان هيك كتير حلو يعني عطيني معنويات وشجعني كتير بالتصوير، وأكيد صار في هيك مواقف حلوة ومهضومة بيناتنا، وحتى الممثلة نادين نجام وقت صورنا مشاهد مع بعض كانت مشاهد هيك مهضومة بتضحك، فلقى عن جد كتير انبسطت معهم وحبيتهم، وحبيت قدي هن قريبين على القلب وقدي جديين بشغلهم ومحترفين. هلا أنا من وقتها من لما كنت صغيرة بحب مثل بحب غني، وعطول بصور حالي بالبيت بغرفتي، وأكيد كنت دايما حب أنه أول مرة بدي فوت بمجال التمثيل كنت بتمنى أكيد مع شركة الصباح يلي هي من أهم شرك الإنتاج بالعالم العربي، ودايما بتابع مسلسلاتهم، فأكيد فرصة كتير مهمة بالنسبة لإلي، والمسلسل مسلسل 2020 يلي كل الناس ناطرته من بطولة نادين نجام وقصاي خولي، فأكيد هيدا خطوة كتير مهمة بحياتي، وكانت تجربة كتير حلوة بتمنى تعجبكم. من موقع تصوير مسلسل 2020 احضرونا برمضان وإن شاء الله أكيد رح تحبوا، شوفوني بشخصية العميد غسان يوسف حداد على قناة رؤية.
أنا قصي خولي تابعونا خلال شهر رمضان الكريم لعام 2021 بمسلسل 2020. تابعونا خلال شهر رمضان المبارك بشخصية رسمية مسلسل 2020 على رؤية تيفي كارمن لبوس. بدي أقول رمضان كريم لكل مشاهدين قناة رؤيا، وأكيد لكل الشعب الأردني الحبيب. إن شاء الله بتحبوا المسلسل، وكل سنة وأنتم بخير.